What is the direction of the induced current in the coil if the bar magnet moves away from the coil؟ احنا عندنا النورث جهة الكويل وبالتالي خطوط الماجنتيك فيلد خارجة بالمنظر ده، فتعتبر داخلة على اللوب لكن بيبعد، يبقى بي is going inside the loop، ولكن نتيجة ان الفيلوسيتي عمالة تمشي يسار and decreasing، يبقى احنا عايزين induced current يزود يوبوزس ذا decrease، يعني يولد لي magnetic field نفس الاتجاه، هو كده اتجاهه عمال يقل، لا نحاول نعوض، لو عملت كده يطلع وبالتالي كده يدخل جوه كده اهو، يبقى معنى كده مع عقارب الساعة وكلوك وايس اي.